توجهوا لمركز حقن الدم لأقرب مستشفى لكم. تبرعوا بقليل من دمكم، لأن التبرع بالدم هو أجمل عطاء من أجل الحياة. فافعلوا. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، معنا نداء عاجل لكل ذوي القلوب الرحيمة. في سيدة من ولاية الجلفة هي متواجدة بمستشفى بلاطو، محتاجة إلى الدم فصيلة أو نيجاتيف. أو نيجاتيف لكل من يمكنه مساعدة هذه السيدة حمري خيرة، متواجدة بمستشفى بلاطو، محتاجة إلى الدم فصيلة أو نيجاتيف. رقم الهاتف هو 06 98 39 99 46. 06 98 39 99 46، أو عبر الرقم 07 79 22 31 06. 07 79 22 31 06. وكذلك في زموري فاطمة أبوزيتيف، رقم الهاتف هو 07 93 54 34 37. 07 93 54 37 37. واجركم جميعا على الله. تمام منتصف النهار باستوديوهات الإذاعة الجزائرية من وهران، ومنها مباشرة نتابع إياكم مستمعينا أوراق النشرة المحلية الأخبارية الثانية لنهار اليوم بقلم وصوت زميلي مختار مذكور. تحية متجددة مختار. الأخبار نصير. السلام عليكم، والبداية باستعراض شريط العنب. استعراض مخطط النقل الجديد وإطلاق الدراسة الخاصة بمترو وهران ضمن مناقشة قطاع النقل في أشغال اليوم الأخير للدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي. رابورتاج منتصف يرصد مكامن الخلل في خطوط النقل الحضرية والتزامات الوصاية برفع الإشكال. المديرية الجهوية للتشغيل تستقبل أزيد من 1,200,000 طلب عمل، وتعرف بشديدها الخاص باستعداد وكالة تشغيل الإطارات بوهران الثالثة وطنيا. رسميا دخول سهل ملاتة حيث الاستغلال شهر مايو المقبل. في اليوم العالمي للغابات رهان على المحافظة على الغذاء النباتي وحملة تشجير واسعة تضم بالمناسبة. وفي الرياضة طلب تربص الخضر تحسبا لوديتي تنزانيا وإيران. أجددكم التحية مستمعي إذاعة وهران، أهلا بكم. عرض مدير النقل ولاية وهران مقاربة لحل بعض الاختلالات الخاصة بالقطاع والمرتبطة بغياب مخطط للنقل.